اييه يعني في التسعينات غادي يجي الفراق على مجموعه جيل جلاله. يعني ظروف الافتراق كيفاش يعني كان تصورك ديالك ما بعد جيل جلاله؟ اولا المغادره ديالي ديال جيل جلاله استمرت 12 سنه قرار، القرار استمر 12 سنه وانا تنبين خدوت الاولى قدام. احنا ماشي لسنا لوحدنا، نحن ملك الجمهور، نحن كذا. لكن غادي يجي واحد النهار 84 غادي يبدا انا مدعبي الطائري، وغادي عندنا واحد اتفاقيات جديده والاخيري في السير ديال المجموعه، وعاصفه طول المعاناه. ولكن انا تنقول لك دائما هذا المغادرة ديال جيل جلاله ما جاتش غير هكاك، ما جاتش المغادرة ديال جيل جلاله. الله سبحانه وتعالى يعلم، ونخليها لنا هذه المساله فيها مطبخ داخلي. وكان ما كان كما قال الشاعر، كان مما كان مما لست اذكره، فظن خيرا ولا تسال عن الخبر. لانه احنا كنا الاغنيه، قلنا الاغنيه الغوانيه خرجت من رحم المسرح، وحنا كنا تنديروا المسرح. فلما بقينا كنغني وكنوقفوا في الخشبه على نفس الصوره اللي كانت 1972 باقيه الى حدود 1998، فهذا يعني تنقول لهم راه خصنا نجددوا، خص لا روليف، حنا تنكبروا، خصنا كذا. بعض الاذان ما تتسمعش لهذا الشيء، تقول لك هذا الشيء باقي وغادي يبقى مزيان وغادي يبقى مزيان. نتمناو، قلت لهم نتمناو. ولكن كانت هناك اشياء اخرى اللي ما استطعتش نتحملها، لانه كان محاوله طعن في الدار في الوقت اللي قررنا لانه اخر عروض هي مع مجموعه الجزيره كانت في مهرجان الرباط. لما كان مهرجان الرباط قبل موازين، لما كان مهرجان الرباط كنا عملنا ثلاثه عروض كانوا ممتازين جدا من ناحيه التقنيا، من ناحيه الجمهور، من كانوا ممتازين جدا. الشيء اللي اعطاني واحد الشحنه انني غادي من بعد هذا السبيكتاكل غادي ندخلوا، غادي نجلسوا للارض وغادي نتكلموا مزيان على شخصيه الدار. فاذا به في الاجتماع ديالنا وتفاجأوا بشيء ما هو اللي قلت، كان مما لست اذكره، فظن خيرا ولا تسال عن الخبر.